وسهلا، كيف نتوما؟ مزيانين، اموركم طيبه؟ كنتمنى انكم تكونوا كتفرجوا في هذا الفيديو وانتم في افضل الاحوال. دونك انا اليوم قررت انني نتفرج في الدار على ديك الشيء باش جيت عند خالتيكم نجمعوا اونصومبل باش نتفرجوا المقابله ديال الترتيب اللي غادي تجمع ما بين المنتخب الوطني المغربي ضد النظير ديالو المنتخب الكرواتي. عموما خدينا الرتبه الثالثه، خدينا البرونزيه ولا ما خديناهاش، حنايا فخورين بالمدرب ديالنا، فخورين بكل ما قدم المنتخب الوطني المغربي خلال هذا المونديال ديال قطر 2022 منذ البدايه ديالو حتى النصف النهائي. دونك كنتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي. دونك بلا ما نطول عليكم يلا نبداو جميع الفلوق ديال اليوم. مثلا من المصدر هناك من استاد خليفه الدولي في الانتظار التقط الصوره من جديد لزميلي صوفيا رشيدي نواصل الدراسه الاجواء الخاصه بحركه الحمايه العباسه الوطنيه الجلادياتور القاتل المحارب تتعدد الاوصاف لكن في مجال الكره بطبيعه الحال بالنسبه لرمضان واحد انا افضل من الفريق الوطني المغربي انا بجيبه والحمد لله شتي في لا مع الفريق ديالو ولا مع الفريق الوطني تظن بان هذا المنيو كارديان اللي كاين دابا الان في كاس العالم. يحيى هاتية الله الى شريف بشرف الحكيمي كتحدث اليوم على كبير لسيناط هذا الثنائي في الادوار النجوميه. كان واحد ما له يعني لا كنا نوعا ما شي حريف اطراف لكن تذكر انه مجرد دخول عطية الله ولا كنرجعوا للمباراه مع بلجيكا فعطية الله كان الو حبيباتي هذه 53 باقي جوج دقائق وغادي تبدا المقابله. نتمنى من الله خير والله يوفق الجميع. منتخب الفرنسي لم نلعب مع منتخب لاتيني، لم نلعب مع منتخب اسيوي، لعبنا اكثر مع المنتخبات الاوروبيه ولعبنا مع ممثل كونكاكاف المنتخب الكندي فشيء رائع انك تقف امام الكرة العالمية. يحيى عطية الله استقبال هذه الكرة بكنترول جميل بكنترول راية تغيير هنا من حكيم زياش يلعب لسوفيان بوفال لكن لبرلوفيتش يوحد الكرة وبالتالي لم تتجاوز الخط هذه الكرة تلعب بسرعة شوطالو هذا لازلت عندك رامي فيها فوات وفي فراغات موجودة في دفاع المنتخب الكرواتي ونؤكد لكم بأن غياب بروزوفيتش اليوم في وسط الميدان هو غياب مؤثر ويجب استغلاله خاصة من لاعبي وسط ميدان المنتخب المغربي. شوطالو كرة في منتصف الميدان الرجوع ناحية ماير يلعب لي كفارديول يمشي لي شوطالو ملعوبة لي كوفاتشيتش على الطرف الأيسر يحيى عطية الله المغرب عنده قوة شخصية المغرب هو اللي يفرض أسلوبه يفرض سيطرته بالكعب يا سلام بوفال يتأخر شوية بوفال والكرة مباشرة إلى رمية جانبية الله عليكم يا رسول الله عليكم يا رسول تمتعون وتستمتعون في نفس الوقت لأنه تشعر بأن اللاعبين المغاربة يلعبون من دون ضغوطات يلعبون الأسلوب اللي نحن متعودين عليه من جانب المغاربة في العقود الماضية مشاهدة الكرام بينما هناك ظاهرة وبالتالي ضربة حرة لفائدة المنتخب المغربي. هذا لاعب سامبدوريا عبد الحميد الصابري من اكتشافات الايام الماضيه والاستدعاء المدرب المنتخب المغربي في وديتين في اسبانيا قبل ان يدخل غمار المنافسه صابري وخلوص في انتظار كذلك انس الزروري لما لا دخل بوخلاب يعني لاعبين شباب دخل قبل ذلك عبد الصمد الزنزوري يلا يا حكيم يا زياش بالنجوم بالاسماء يلا يلا زيد يا ربي هما يعرفان بعضهما البعض جيدا كفارديول
نقلة في منتصف الميدان ناحية اللاعب هنا مودريتش. كفارديول يحاول يخرج بالكرة بينما دقيقتين كوقت محتسب بدل ضايع. النتيجة تغيرت قبل حين. كرواتيا متقدمة لهدف مقابل هدف واحد. الكرة تخرج إلى التماس. نعم الكرة تجاوزت الخط وبالتالي لدينا رمية جانبية لفائدة المنتخب المغربي. يلعب التماس. حكم صفر خطأ. زيش ملعوبة الكرة ناحية لاعب أشرف حكيمي. أشرف رجعت لزياش. يجب استغلال هذا الوقت المحتسب بدل الضايع. الكرة ويزيد ليفاكوفيتش. أسرع الحارس ليفاكوفيتش الذي ينافس كذلك على جائزة أفضل حارس في هذه الكأس العربية طبعا مع مارتينيز كذلك مع إيغوريس حارس المنتخب الفرنسي. كفارديول يلعب كرة لشوطانو. عنده ستانيتشيتش. استلم ستانيتشيتش. لعب ثلاث مدافعين في المحور في ظل طبعا عدم الإدخال لومرين. كفارديول يمشي لشوطانو. توصل على الجهة اليسرى كوفاتشيتش. عندها مالا كوفاتشيتش. الكرة في العمق. يعمق بالراس. يعمق بالراس. رجعت مرة أخرى كرواتيا. الحكم يقول ركنية في الأخطاء. كان في الارتباك واضح لدفاعتي المنتخب
هاتك شامل ولا نادي بعد كان سيء، نادي بعد كان سيء بالراس من اشرف طاري، بعد ذلك باير يتحصل على الركنيه. ويلا حبيبا الكروات في هذه الجوله الثانيه، الكروات يبحثون عن حسم الامور وبالتالي هذا الثالث سيكون صعب، صعب العوده في النتيجه. المهم وحدي انا ما تخليوش الشبكه خاويه. برافو برافو بانون، برافو بدر بانون في قطع الكرة الماضية أمام البديل بيتكوفيتش. هذه الإعادة، رد بالك يا بدر في اللقطة الماضية. عموما سنتابع الركنية، يا ركنية ديالو معاود. الله برافو، الدفاع يتدخل مرة أخرى، رجعت كرواتيا في اتجاه الحارس بيتكوفيتش. زيد يمشي بها للأمام لفينة من هناك أشرف، مرت على أشرف حكيمي، نزلت صعبة هذه. برافو، أي يا أم رابط عاو ركنية ديالو. We'll be right back.
حبيباتي، كيف شفتوا انتهت المقابله بفوز المنتخب الكرواتي على المنتخب ديالنا وصعود الاطلس بنتيجه هدفين مقابل هدف واحد. كيف قلت لكم في البدايه ديال لو فلوغ، سواء دينا المركز الثالث او لما ديناهش، حنايا جد فخورين بالانجاز التاريخي اللي قدموا لنا المنتخب الوطني المغربي. عمرنا ما نساو الفرحه اللي دخلوها لقلوبنا، عمرنا ما نساو انهم عطاونا دروس كبيره في الحياه، عمرنا ما نساو اننا تعلمنا منهم حاجه مهمه، واللي هي الى خدمنا، الى زدنا تقاتلنا، الى كافحنا، الى خدمنا اون جروب، ممكن ان الحلم يصبح حقيقه. دونك صافي، كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا في هذا لو فلوغ. نتلاقاكم باذن الله تعالى في فلوغ جديد. تهلاو في راسكم، سلامه، باي باي.